ويتداخل معه الأصل الثاني، وهو أن يؤدي الإنسان ما عليه ويسأل الله الذي له، أن يؤدي ما عليه، فليس الأمر عنده مقابلة. إن أحسنت الزوجة أحسنت إليها، وإن لم تحسن لا أحسن إليها، إن أحسن صاحبي أحسنت إليه، وإن لم يحسن لا أحسن إليه، لا وكلا، وإنما الأمر عنده أداء، فيؤدي الذي عليه، ولو لم يقابله الطرف الآخر بمثله ويسأل الله الذي له، فما دام أنه يعاملهم لله فإنه يؤدي إليهم حقوقهم من غير نظر إلى أحوالهم معه، فليست القضية عنده خذ وهات، وإنما يعطي لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الحديث في البخاري. فليس الواصل الذي يكافئ الصلة، هذا شيء طيب، ولكنه ليس الواصل الذي يمدح، وإنما الواصل الذي يصل ولو قطع، لأنه إنما يصل لله سبحانه وتعالى.